اشتغل المسلمون وخاصة من يسمون أنفسهم سلفيين بموضوع الفرقة الناجية، ألفوا كتبا ومؤلفات وألقوا محاضرات، وصار النقاش عن الفرقة الناجية أقرب إلى عقلية بني إسرائيل شعب الله المختار، بحيث أنا كل الفرقة الناجية كلكم في النار. أولا واحد الصدمة غادي نصدمكم بها، ذهبت إلى كوالالمبور عاصمة ماليزيا، لقيت رجلا عالما سميته أحمد توتنجي، عراقي مقيم هنا، من مؤسسي معهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة، وقضى هناك 30 سنة، عقل مجدد يسمونه عفريت من الإنس. فأهداني قرصا فيه كتاب لم أطلع عليه لحد الآن، ولكن أقول لكم ماذا قال عني. قال: أهديك هذا القرص، هذا لإقراص كلها كتب، هذا للقرص. قال لي: هذه أطروحة الدكتوراه في إثبات أن حديث الفرقة الناجية حصل فيه قلب في الرواية، وهذا القلب يقع السه معروف. أنتم عارفين النقاش الألباني في حديث صفة الصلاة، وكتب كتاب ألباني صفة الصلاة، والألباني سلفي مطلق، ومع ذلك وصل في الرواية إلى: ثم نزل بيده قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، فقال: لقد حصل للراوي سهو فقلب الترتيب، أي ينزل الإنسان بيديه أم بركبتيه، الوصف الشفوي ونقيض الوصف الفعل، إذن يقع سهو. فهو اعتبر هذه الأطروحة أكدت أنه وقع سهو في الرواية. افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، الرواية تقول مشهورة كلها في النار إلا واحدة. أثبتت هذه الأطروحة، أنا لم أطلع عليها بعد ولكن السيدة عندي، أثبتت أنها كلها في الجنة إلا واحدة. هل الأولى بعد احنا غندخلوا في المسجد، الثانية على رواية من يحبون أن يخرجوا الناس إلى النار جميع المسلمين فلا يبقوا إلا هم وجميعتهم وشيخهم، هؤلاء ليتذكروا أن القراءة النسقية للقرآن يا نقيض. لا أقول هذا الحديث، لأن الحديث دكتور عبد الله الجذيع وهو سلفي مستنير ألف فيه كتابا، فما حصل النص والسند والمتن والاستنباط ووصل إلى نتيجة أنه صحيح، ولكن لا يعني إقصاء المسلمين لبعضهم البعض بعقلية شعب الله المختار. هذا الحديث ركزنا عليه ونسينا النسق القرآني. ماذا في النسق القرآني؟ وكله مؤاته يوم القيامة فردا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لاحظوا غير الضمير، ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأ كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك شهيدا، كله خطاب ضمير المفرد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فالحساب يوم القيامة فردي، والمصير فردي، والنجاة فردية، وأشخاص قضوا أعمار يمسدون لحاهم ويدلكون بطونهم ويتكلموا عن الفرقة الناجية، وتيبدأ كيحك راسه حياة الصوفية كفار مبتدعة وقبورية كعلقوا التمائم مشركين، زيد حياة الشيعة كفار وألي هنا أهل البيت ويلعنون الصحابة، زيد أشقى دروز أعبد الله في شخصي علي، حياة زيد حياة حلقة قوة السنة، لا أشاعرة كفار يؤولون النصوص يؤولون الصفات، زيد شكون المعتزلة كفار ينفون الصفات، زيد شكون بقى أبقى السلفي أرى السلفي، واش المدخلية ولا الجهادية ولا ما عرفتهاش، كيبقى هو الشيخ ديالو شويه دور في الشيخ ديالو يبقى هو قريب يقسم راسه تو على جوج يدخل نص النار نص الجهنم. واسميت هذا في كتابي عقليه المنشار، وقلت رغم ان المنشار الكهربائي يشتغل اصم بقوانين كيميائية، هؤلاء قوم لا بلغتهم رساله ولا عندهم عقل ولا عندهم منطق، وهؤلاء يقربون لبهائم مصبغين دخل بهائم النار، هؤلاء ما عندهمش الشرط الاول للتبليغ الذي يلزم به المسؤوليه والمحاسبه. واش كيدير؟ كيجمع البشر كاملين في النار، كيجي الخوت المسلمين كيضرب فيهم 99.99 ولا باس الى قبل وتنازل حيت هو اللي عنده السالو تاع الجنه يدخل معه واحد 0.01. هذا البشر بسيكوبات خصو طبيب نفسي، لانه هذا فرحان ان الجنه ما تكون عامره والجنه خاويه، فهو يسرح رجلي. تعرف دوك الاسرى اللي كيدخل الحمام كيصلخ عباد الله ويدور به 10 ديال السطوله واللي دوا يرعف ويزاحم الناس كلهم في بيت ويبقاو بوحدو في بيت، والعائلات اللي كانوا عليه كيتنادفوا، هذا المنطق المرضي ديال اللي كيضربوا في الحمام هو المنطق اللي كاين مع اصحاب الفرقه الناجيه. امرك الا مشيتي للقران ما كايناش فرقه ناجيه، كاين انسان، ويظل الانسان عباد الله في المستوى اللغوي ما ندخلوا لا للمعنى لا للبلاغه لا للمجاز لا لعلوم التفسير لا لقواعد الاستنباط، نبقاو غير في الصفر درجه الصفر من اللغه، اللغه هذه الضمائر كلها فرديه. طبعا اذا مسحتوا القران الكريم ستجدون: وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ما فهم كاع والو، كيقرا على الدارجه بحال عيوش غاتجي فرده ماشي صبار، عاد فرده او واحد ما بغاوش يفهموا ديال الفرده، خاص لي يشير يعني برا الراس. بالمقابل هؤلاء بالضبط اصحاب الفرقه الناجيه كيقول لك العمل الاسلامي الجماعي بدعه والحركات الاسلاميه ضلال،
ولم يكن رسول الله مؤسس الجماعة. والحاصل أن القرآن الكريم بالنسبة للدنيا والتكليف كل الخطاب جماعة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في الله حق جهاده، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. كل الأوامر للفكر للعمل كلها أوامر جماعة، حتى آية فردية التي يستدلون بها وهي عليكم أنفسكم جماعية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، وما قالش عليك نفسك لا يضرك من ضل. حتى الآية التي يستدل بها أعداء العمل الجماعي هي آية فيها الضمير جماعي. إذن عندنا قاعدتين قرآنيتين إذا كان من كل رؤية النسبية، عندنا قاعدة التكليف الجماعي في الدنيا وعندنا قاعدة الحساب الفردي في الآخرة. قلب الآية قال لك في الدنيا ما كاينش العمل الجماعي، جميع الجماعات الإسلامية في النار لمجرد أنها دارت جماعة دارت تنظيم. خلي الشيوعيين يديروا تنظيم، وخلي الأحزاب يديروا تنظيمات، وخلي النقاب يديروا تنظيمات، وخلي الصهيوني العالمي يدير تنظيم، وخلي الأمريكان يديروا الدولة الخفية، دولة البنك الدولي، خلي كل شيء يتنظم وحنا نلقاو أفراد ونجيو حتى للآخرة عاد غيولي الحساب جماعي. إذن لاحظوا معي هذه الأمثلة التي ذكرتكم الآن، أنا لم أقرأ عند محمد الغزالي، ولكن محمد الغزالي هو الذي أطلق الشرارة الأولى. إن الرؤية القرآنية النسقية مثل الشاشة ديال السينما العملاقة هي التي يمكن تحدد لنا فهمنا للآيات الجزئية ولبقية الأحاديث وللأحكام كلها.